السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، تترقب الأوساط السياسية والحكومية وحتى الأوساط النخبوية زيارة لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. طبعا هذه الزيارة مقررة أن تتم خلال الأيام القليلة القادمة. هذه الزيارة يؤمل أنها لن تكون زيارة بروتوكولية بالمعنى الدبلوماسي وحسب، إنما يؤكد كثير من المحللين والمعنيين بالشأن السياسي إلى أنها ستكون زيارة حسم الملفات الحساسة بين البلدين، كالاقتصاد، كموضوع المياه، وأيضا الموضوع الأمني. هذه الزيارة تأخرت، أعلن عنها، لم يعلن عنها، إنما قيل أنها ستتم خلال الأيام التي مضت، لكننا نترقب اليوم خلال الأيام القليلة القادمة أن تجري هذه الزيارة. معكم علاء فاضل في التقديم، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، تقبلوا تحياتي وحلقتنا التي تأتيكم بعنوان زيارة أردوغان إلى بغداد، ليش تأخرت؟ أيها الأحبة، كما اعتدنا نقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان أحلام الإمبراطورية الضائعة، الكاتبة الدكتورة ظفر التميمي. حالة تركيا مشابهة لحلم الإمبراطورية الضائعة، والتي تحاول قدر الإمكان الاستفادة من التقلبات الجارية لعلها تنطلق نحو أمجادها القديمة في ضوء الدفع الأمريكي نحو إحياء النظم الإقليمية البديلة عن التواجد الفعلي الأمريكي في المنطقة. ولكن الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تبتعد كثيرا عن منطقة الشرق الأوسط الموسع، ولن تكون أعمدتها الإقليمية مثل تركيا وغيرها خارجة عن نطاق السيطرة المتعارف عليها. فتركيا الجديدة تتأرجح بين الماضي والحاضر، بين هيمنة قامت على الحقد العنصري تجاه الشعوب التي انضوت تحت لوائها، وبين حاضر يسير بشكل أعرج تجاه أوروبا الرافضة لهم جملة وتفصيلا. ربما زيارة أردوغان إلى بغداد تأتي لرتق هذا الفتق. مرحبا، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحبة، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي الياسري، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم سراج. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ علي بحث رئيس الوزراء العراقي الأستاذ محمد الشيع السوداني ملفات جدا مهمة في زيارته التي قام بها إلى الجمهورية التركية. اليوم نحن بانتظار زيارة رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان. باعتقادك، هل تعتقد أن زيارته المقبلة ستكون زيارة بروتوكولية أم أنها فعلا زيارة حسم ملفات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم. مرحبا بك. مرحبا بك. للتصحيح، محمد الياسري وليس على الياسر. محمد الياسر، عفوا. ما يتعلق بزيارة رئيس الجمهورية التركية، طبعا فيها مجموعة من الملفات الشائكة متداخلة. أهم ملفين في العراق هو ملف المياه وملف حزب العمال الكردستاني. الجانب الأمني التركي في ذن الأمرين. لغاية الآن لم يحسم هذا الملف بشكل نهائي، سواء إذا لاحظنا أن هناك عودة تركية للقصف مجددا، تقدم عسكري على الأرض في مجال تقدم قوات برية، تالف العمق العراقي، وهذا أيضا مؤشر أمني دون ردود حقيقية لا من بغداد ولا من أربيل. وبالتالي هذا أيضا هناك قصف عشوائي في سنجار في أطراف نينوى. هذا كله يؤكد إلى أن تركيا تحاول أن توجه ضربة كبيرة وتحسم أو تحيد هذه المجموعات على الحدود التركية وكذلك في العراق. بالتالي عندما يأتي إلى بغداد يريد أن يكون الملف الحزب العمال جاهز للمفاوضات مع بغداد. هذا من الجانب التركي.
الملف الآخر أيضا أنه تركيا في الداخل الآن في وضع انقسام داخلي كبير. إذا لاحظنا نتائج الانتخابات بين أردوغان ومنافسي هناك كانت النسبة مقاربة، وهذه لأول مرة تحدث انشقاق القوى الإسلامية والتنظيمات الإسلامية في تركيا فيما بينها، وبالتالي كانت محاولة حتى أنه أضعاف أردوغان. من جانب أيضا آخر أنه العلاقة مع الغرب، إذا لاحظنا أنه كان الطرف الغربي داعم لمنافس أردوغان في، وبنفس الوقت باعتبار أردوغان ذهب في مسار مع روسيا في اتفاقية الحبوب والبحر الأسود، ثم كانت هناك عرقلة لهذا الملف، الذهاب باتجاه آخر هو مع أوكرانيا وقضية التسليح، الملف الثالث العلاقة مع الكيان الصهيوني. إذا لاحظنا في الفترات السابقة كانت السفارة التركية في تل أبيب أو حتى وزارة الخارجية التركية في فترة من الفترات تدين العمليات الفدائية الفلسطينية في الداخل المحتل. هذه كلها الأوراق مبعثرة. الأردوغان عندما يريد أن يأتي خصوصا إلى بلد مثل العراق لديه، ويريد هناك متعلق أيضا باتفاقية طريق التنمية ويسعى إلى أن يكون ربط، يجب أن تكون هناك الملفات مهيئة ومستعدة، كذلك حتى على مستوى العلاقة مع الخليج والإشكالية مع السعودية مثلا، مع الإمارات، مع البحرين، فكلها متداخلة. لغاية الآن لم يكن هناك ملف جاهز يستطيع أردوغان يفاوض به بغداد في هذا المجال. أستاذ إبراهيم، باعتقادك زيارة رجب طيب أردوغان للعراق هل هي زيارة وصي أمريكي على المنطقة كبديل، أم أنها زيارة صديق وزيارة بحث مصالح مشتركة بين البلدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك مرحبا عزيز الأخ العزيز سيد محمد الياسري. يعني طبيعة العلاقة بين بغداد وأنقرة نوعا ما معقدة. جيد. هناك ملفات كبيرة جدا بين مرتبطة، وبغداد تحتاج إلى هذه الزيارة. لذلك أنا أيضا إذا نظرنا إلى في نفس الموضوع إلى منهاج الحكومة، الحكومة السيد محمد الشاعر السوداني، أنا أعتقد هذا الرجل لا يقبل بأي زيارة بتركية، وبالتالي هو يريد ولا يقبل بعملية أنصاف الحلول أو تأجيل أو حلول مؤجلة أو ترحيل القضية، ترحيل المشكلة أو ترحيل الأزمة. هو يريد أن يحل هذه كل الأزمات، يفتحها تفكك هذه الأزمة مع الجانب التركي وتدرس هذه الأزمة، وبالتالي هناك معطيات وهناك ملفات كبيرة. ومثلا على الأزمة طبعا بعض الأزمات هي نوعا ما معقدة نوعا ما، يعني عملية التواجد التركي في العراق إذا رجعنا عليه. شوف أكو بالثمانينات كانت اتفاقية مع الطاغية المقبور صدام، تقريبا 3 هي احنا كل بلاوينا من صدام، من صدام كنا من صدام هي. هذه الاتفاقية تتيح للقوات التركية أن تدخل 5 كيلومتر، نعم 5 تقريبا، هذا تدخل لمطاردة حزب العمال البككة داخل المنطقة، وبالتحديد من هذا الشريط الحدودي من زاخو إلى العمادية إلى سولاف، قبل سولاف السرشنار، مع هذا المنطقة هذا المثلث العراقي التركي. هذا بعد السقوط بعد الاحتلال استثمرت أو استغلت تركيا هذا الوضع، ولذلك أنا سألتك من هو صانع هذه الأزمة؟ صانع ذات تركيا طبعا. العراق خبر رجل طيب. دولة مسالمة العراق، وبعد الدستور الجديد 2005 هو دولة مسالمة، ولن يسمح بأن تستخدم أراضيه ولا مياهها ولا قواعد الجوية في الاعتداء على أي دولة. هذه سياسة العراق. مثلا قضية المياه، يعني هناك تعرف حضرتك هناك الأستاذ علاء، هناك اتفاقيات فيما يخص المياه، دول المتشاطئة العراق وسوريا، هاي اتفاقيات دولية، هاي اتفاقيات دولية. العراق ما نقض الاتفاقية، ما نقض اتفاقية، وطبعا هذه مشكلة موجودة قبل الاحتلال. يعني كانت تركيا أيضا تتحكم في عملية التوريد أو عملية الحصص المائية للعراق وسوريا، ولكن الآن تفاقمت المشكلة أكثر وأكثر. هو الآن يسيطر على هذه المياه ويتحكم بها وفق سياسته. لذلك هو وزير خارجيته أعتقد لا يحضرني اسمه، قال سنقايض برميل النفط ببرميل نوع. وهذه يعني هذا ابتزاز، هذا ضرب بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمياه وما شابه ذلك. أزمة ثانية وهذا موضوع مهم جدا، يعني طبيعة العلاقة بين بغداد وأنقرة، ما هي طبيعة العلاقة؟ طيب إذا كانت علاقة بين دولة ودولة بس هذا جيد،
لكن عندما تتعامل تركيا مع الإقليم كأنه دولة هذا مشكلة كبيرة. نعم. وصحيح نقطة تحول. هذا نقطة تحول. نعم. هذا يعني أنه ما يحترمك دولة يحترم بأربيل. أيضا عملية التهريب النفط الذي يتم يهرب من أربيل هسه ما يهرب على سوريا. نعم. يهرب على تركيا. نعم. يعني هناك وبالفعل المحكمة محكمة باريس حكمت إيصال العراق. نعم. وهذا يعني قرار انه هذا النفط يهرب عبر تركيا ثم يباع الى في السوق السوداء الى منظمات وشركات وما شابه ذلك، قد تكون داعش متورطه في ذلك. لذلك هذه طبيعه هذه الملفات انا اعتقد تحتم على السيد محمد الشياع السوداني وهو رئيس وزراء ورئيس السلطه التنفيذيه ان لا يقبل باي زياره متوكليه، وبالتالي هو يريد ان يحلحل هذه الازمات ويجلس مباشر مع الرئيس اردوغان ويبدا النقاش. السقف الاتفاقيات الدولية. إذا كان دولة إسلامية مثل تركيا وتفعل هذا ما عمليته، لا تنسى أنه حجم التبادل. أعود إليك، أنت ما جاوبتني على سؤالي، هل هي زيارة وصي بديل للأمريكي؟ لا أبدا لا أبدا. يعني شوف تركيا السياسة أردوغان متذبذب تارة حسب طبيعة الأحداث والتغيرات الموجودة في المنطقة الشرق الأوسط. يعني هو تارة قد يذهب مع روسيا مع روسيا مع الولايات المتحدة. نعم. بالفعل له كان له دور في ذلك. نعم. هو أخيرا الآن أعتقد هو الآن ذهب 70% مع روسيا، خاصة بعد أن اشترى أو باتفاقية على صواريخ S-400 والتي زودتها روسيا بشروط طبعا قد تكون قاسية، ولكن هذا يعني أنه هو بدأ يتخلص من الهيمنة الأمريكية. طيب أستاذ محمد، الكاتبة الدكتورة ظفر التميمي تقول الموضوع موضوع استراتيجيات، تركيا تبحث عن تموضع لها في النظام العالمي الذي نرى ونعيش إرهاصات ولادته من جديد. ترى الجانب العراقي يدرك هذه القضية ويسعى إلى أن يحجز مكانا في النظام العالمي أم نؤسر الستر والعافية؟ خلنا أعطيك موضوع تاريخي في هذا الموضوع. نعم. أيضا يتعلق الرئيس أوزال رئيس تركي تركوت أوزال تقريبا في 1993 تقريبا. نعم. كان بعد 91 كان الطرف المفاوض مع النظام المقبور. نعم. يعني العالم حصار عالمي سووا على العراق والخليج كله بدأ بتطبيقه بشكل فعلي وكان داعي له. أوزال فتح نافذة إلى النظام المقبور أنه طلب أن يكون من خلاله صادرات غذائية. نعم. عملته حتى إعادة الوساطة مع النظام العالمي، لكن تم إيقافها. وطبعا أوزال ماذا يريد كان من العراق ولماذا تم إيقافها؟ أوزال كان وسيطا بين إسرائيل بين الكيان الصهيوني والنظام السابق. سبيل ترتيب أوراق المنطقة من جديد من خلاله. وتم إيقافه وإيقاف هذا التحرك من خلال الجمهورية الإسلامية، وأصبح النظام في ذاك الوقت يمكن من خلال أن يكون صادرات والتمويل يكون للشعب العراقي بالنسبة للحصار من خلال الجمهورية الإسلامية. فهنا نستنتج أن تركيا من ذاك الوقت كانت تخطط إلى أن يكون العراق بطريقة أساسية أن يبدأ بتنفيذ هذه الأجندات، وكل الأتراك المتعاقبين على هذا الملف هم على ارتباط بأن يكون تركيا لها دور محوري مستقبلا في سبيل من خلال التنسيق مع الكيان الصهيوني. هذه ترتيب أوراق المنطقة. وإلا إذا تجي في سوريا الآن توجد القوات التركية في العراق، قوات تركية، محاولات حصار إيران وقطع طريق أرمينيا من خلال تركيا والإعداد وإنشاء تركستان الكبرى التي تمتد إلى تركمانستان. هذه كلها محاولات ربط بفعل أنه هذه الدول يجب أن تقطع في بناء إعادة تموضع التركي من جديد. وهذا أيضا بطرفيه القومي الحزب الشعوب والأحزاب الأخرى اللي هي القومية، وكذلك التيار الإسلامي المتنفذ في تركيا. فكل هذه الأطراف هي تريد أن تنفذ أجندة إسرائيلية رسمت لها وأن يزج العراق في هذا الملف. وإلا ما الذي يمنعنا؟ سؤال، لماذا حزب العمال متواجد في العراق مثل ما متواجد قسد وبدعم أمريكي؟
إلى أن الموضوع موضوع تموضع في بنية النظام العالمي الجديد. قصد في سوريا وحزب رمضان ضيوف الأكارم أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقالنا الآخر الذي حمل عنوان هل تنعي زيارة أردوغان ما يعانيه النهران، الكاتبة زمزم العمران. أبرز لأن الماء شريان الحياة، لا سيما أن بلدان العالم تعاني من الجفاف بسبب التغير المناخي الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وحدوث الأعاصير. لذا على الحكومة العراقية أن تستغل هذه الزيارة لبحث تلك الملفات، وتبدأ بملف المياه كونه الشغل الشاغل للعراقيين، وكذلك مشروع القناة الجافة الذي يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، خاصة أن العراق أكثر الدول استيرادا من تركيا، حيث بلغ معدل التبادل التجاري أكثر من 13 مليار دولار سنويا، فضلا عن حركة السياحة التي يقوم بها العراقيون من وإلى الأراضي التركية يوميا. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم. أستاذ إبراهيم سراج، بالتأكيد سيتم بحث ملف تصدير النفط، سعي تركيا لإعادة تصدير النفط من إقليم كردستان عبر أراضيها، خصوصا أن واحدة من أهداف زيارة السيد أردوغان إلى العراق هو إعفاء تركيا من المستحقات العراقية التي أقرتها كما أشرت حضرتك محكمة باريس. هل تتوقع أن يتم استئناف التصدير من إقليم كردستان إلى الموانئ التركية؟ هذا الموضوع إلى جنب أيضا بعملية تصفير المشاكل مع بين بغداد وأربيل. جيد. هذا يعني إذا كان هناك اتفاق، رغم أن هذا الأمل ضعيف جدا نوعا ما، بدليل أنه الحكومة تفكر أن تصدر النفط عبر سوريا. زين. وبدأت بالفعل يعني هناك دراسة وبحث، وهناك عملية مشاركة الشركات الأجنبية في كيفية أنه تفعيل الخط مع سوريا، وهو خط صار موجود لكن هناك بسبب الأحداث وما شابه. خط بانياس. خط بانياس بالضبط، أحسن. التصدير عبر تركيا عبر الإقليم له سلبيات كثيرة. أولا العلاقة الآن غير متوازنة بين بغداد وأربيل، يعني لم تصفر لحد الآن مشاكل. بدليل شوف البارحة كان أكو قرار، أو ليس قرار وإنما قد تكون فكرة للحكومة العراقية أنها سوف تشرف على عملية توزيع رواتب الإقليم عبر الماستر كارد وعبر الشركات. مطالب السليمانية. مطالب السليمانية. نعم بالضبط، وهذا خطوة نعتبرها في الاتجاه الصحيح. نعم. أولا لأنه حتى يحصل الموظفين على رواتبهم، اثنين حتى نعرف موظفين ايش قد يعني. حتى يشعرون على الأقل بانتمائهم المركز. انتمائهم المركز يعني هو مو يعني بعدين هي بغداد مو بس خائم، مو بس قاصة تعطي فلوس. يعني أنت اليوم عندما تأخذ من فلوس كدولة عليك أن تعمل على التزامات. كما أن لك عليها حقوق فلها عليك واجبات، يعني فعلاقتي وياك مو مجرد أعطيك راتب. نعم. يعني أنا شو أعطيك راتب في سوي؟ يعني أنا مو بيش مرقة، لكن أنا الآن باكر صار عليه هجوم بيش مرقة تؤتمر بالأمر القائد العام للقوات المسلحة، مو صحيح؟ هذا السؤال يطرح نفسه. أسئلة مهمة. نعم. نعم. لذلك أنا أعتقد إنه عملية تعرف إنه عملية التصدير عبر إقليم كل ساعه تركيا عبر إقليم تسكان إقليم هو أيضا إيرادات مالية ضخمة لتركيا. وهي تريد طبعا. نعم نعم بدون شك. وهذا أول راح يشغل موانئ، اثنين هو يتقاضى عن كل برميل مبلغ من المال، وهذا موجود بالأعراف الشركات. نعم نعم. المرور مجاني بالتأكيد. أنت تستخدم أراضي. نعم. تستخدم موانئ، تستخدم نقل، موظفي، هذا أيضا هو إيرادات كبيرة جدا. قد تكون هذه الإيرادات أكبر من 13 مليار حجم التبادل التجاري. بالإضافة إلى الحصص النفطية اللي. أحسن. تعطى بسعر مخفض يعني. نعم بالضبط. لذلك أنا أعتقد الحكومة حذرة في هذا المجال. نعم. حذرة وين الحذرة؟ حذرة. اولا انه حتى العلاقه بين بغداد وانقره غير مستقره. على ضوء الملفات الموجوده عندنا، سعد التواجد التركي، عندنا ازمه المياه، عندنا المنظمات المسلحه، عندنا تطوير العلاقه، ايضا حجم التبادل التجاري، ايضا وجود القيادات الداعشيه والبعثيه في تركيا. يعني احنا في فتره طلعنا مؤتمر للبعثيين في تركيا. نعم. دعم
ضد العملية السياسية. هذا خباز قلت عنه أنا، لأن أنت يوم عندك سلاحك، سلاحك الاقتصاد أقوى من المعركة، أقوى من الدبابة. لذلك أنه ما ممكن أنا أفوت في هذا المشروع معك وأنت عندك هاي الملفات لا زالت مقيدة، ولا زالت أنت متواجد لي داخل لي أكثر من 100 كيلو متر حد شمال الموصل، قوات وقواعد ووزير دفاعك يجي يزورها، وصحيح؟ نعم نعم. إذا كانت زيارة بروتوكولية، وهذا طبعا مستحيل تقوم، يعني إحنا أعطينا شرعيا للوجود التركي. نعم. لذلك أعتقد أنه سيد محمد الشياع السوداني والإطار التنسيقي والقوة السياسية الوطنية الشريفة ترفض أن تكون الزيارة البروتوكولية. لذلك تريد أن إذا ما بها مخرجات أحسنت، لأن السياسات الصغيرة تؤدي إلى تفعيل الأزمة. سيد محمد الشياع السوداني لا يريد أن يهرب من المشكلة بمشكلة، ولا يهرب من الأزمة بأزمة. لذلك أي حلول ترقيعية يرفضها، وحتى إطار التنسيق أي حل ترقيع يرفضه، سواء أنت كنت محتمل بالأمريكي، محتمل بالجهة الثانية. لا، هذه اليوم ملفات يجب أن تفتح، ويجب أن يكون هناك يعني أنا مو أفيدك بالنفط وأنت تجيك من إيرادات وأنت محتل شمال العراق، مو صحيح؟ وتقصفني بأي وقت اللي تريد أنت، طياراتك مسيرة تطير، وزير دفاعك يجي يزور قواعدك كأنه نعم نعم جاي مدينته يعني، نعم، بدون انه ضربت السياده، ضربت الدوله العراقيه وما شابه ذلك. لذلك لا اعتقد ان الحكومه ستكون جاده في عمليه زياره، بالعكس اذا جرت تمت الزياره ستستثمرها حكومه السوداني لحلحله هذه المشاكل. استاذ محمد، رجب طيب اردوغان احبه الاتراك لانه قاده نهضه اقتصاديه هائله، فبات يبحث عن مكاسب مالية أينما يلتفت. يقال أن جزء، أو ربما هو بالتأكيد جزء من المساعي التي يسعى لها في زيارته القادمة، هو إعفاء تركيا من مستحقات محكمة باريس. هل تعتقد، ونحن نحسن الظن بالأستاذ محمد الشياع السوداني والإطار، هل تعتقد أنهم يعني يمكن أن يفرطوا بهذه المبالغ ويصدروا إعفاء؟ إذا أصدروا إعفاء مقابل ماذا على سبيل الفرض؟ أنا أعطيك فد مثال آخر. نعم. حتى يوضح الصورة. نعم. الأمن من تريد تشتريه بيش تشتريه؟ بيش؟ بالمال. بالمال. فتركيا هناك خطر أمني يهدد السيادة العراقية، يهدد الوجود والسلطة في العراق، في شمال العراق. هناك ملف المياه العالق مع تركيا وهو ملف حيوي، وتستغله يعني تركيا أبشع استغلال. نعم. وتستخدم وضعنا الداخلي كذرائع، مثلا هي تتحجج في ملف المياه بأنه هذه المياه تذهب إلى الخليج الفارسي. نعم. ماكو فد. نعم. تستفاد منها بالنتيجة. لا، احنا سوينا خزانات للمياه ولا التخزين الدوار، ولا سوينا إعادة تدوير المياه من جديد. يعني إحنا أعطيناهم الذريعة باستمرار. نعم. فأن هذا حولنا، أعطينا ذريعة واستغلها أبشع استغلال. هذا بجانب. كذلك في الملف الأمني، مثل استغلال وجود حزب العمال، وحزب العمال بوجوده ارتباطاته الأمريكية كذلك شبيه بقسد، والدعم الأمريكي لهذه القوات الموجودة أيضا، وإن كانت بعض الخلاف في الاستراتيجيات بين الحين والآخر ما بين حزب العمال والأمريكان، وكذلك موضوع الحزب الديمقراطي الكردستاني والعلاقة مع أنقرة واتفاقية 50 عام، هذه كلها ترسم إلى أن تركيا تستفيد من هذه الذراع كأب للسنة العرب وأب للأكراد. هذين الأمرين. شوف تركيا تحمل في كردس في تركيا حال المواطن اللي من أصول كردية كيف يتم التعامل معه. لماذا تم التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني واستهداف القوى الكردستانية الأخرى في السليمانية؟ هذه عملية توازن وإعادة تموضع لتركيا، للسياسة الخارجية التركية، واعتقادها كذلك بأن كركوك ونينوى جزء لا يتجزأ من تركيا، وإصرارها على أنه الوجود التركي في هذا المنطقة كسياسي، ارتباط عشائري أكو هناك بعض التواصل، والسفارة والقنصلية التركية اللي موجودة في كركوك لديها تقوم بعمل خارج النشاط الدبلوماسي تماما،
والإعلام لم يسلط عليه الضوء. وإذ من تروح الكركوك راح تشوف النشاطات اللي القنصلية التركية في كركوك. بالتالي هذه مجموعة من المشكلات كلها إذا وضعت في سلة واحدة من يجي أي مسؤول عراقي راح يشوف هذه الملفات شو راح يتعامل وياها. هذا جانب المال حكمت بمحكمة، لكن عندك أنت ملفات أهم من المال شو راح تقدمها. فهذا الموضوع يخضع إلى عملية التفاوض، ماذا يكسب العراق إذا مثلا تنازل عن هذه الأموال؟ هل يكسب مثلا الملف المياه، الإشكالية الأمنية عند اللي في شمال العراق؟ هذين كلها توضع في خارطة وترسم. أيضا لا ننسى أنه لو تركيا مثلا قاطعت العراق اقتصاديا شنو راح يصير بالأسواق العراقية؟ واحنا جزء كبير تقريبا البلد الثاني المورد للعراق بعد الجمهورية الإسلامية وتركيا، ما يزيد على 20 مليار دولار. زين، هذين كل الملفات، نعم انه ممكن العراق يضغط بهذه الملفات كأدوات ضاغطة، بالضبط، ولكن ايضا تركيا تمتلك أدوات ضاغطة، لهذا لا يمكن، اذا اقول اذا حتى لا نسيء الظن، اذا تنازلت الحكومة العراقية عن هذه الأموال لا يعني إنها ذهبت أو خانت أو تركت، لأن هناك ملفات أهم وتشترى بالمال. هذا وارد، هذا العلاقات الدولية. أستاذ إبراهيم، تعتقد أكو اتفاقيات وراء الكواليس؟ أنا هذا السؤال صيغة بعد إذنكم، يعني صيغة بدقة تامة، يعني هل تعتقد أن هناك اتفاقات وراء الكواليس بين الحكومة العراقية، ستجري بين الحكومة العراقية والحكومة التركية خلال زيارة السيد أردوغان؟ إذا أردنا أن نفتش عن دور للسيد مسعود البرزاني أو حزب البكاكة، أنا قبل يعني أنا لذلك أقول لك سؤال دقيق يعني. نعم. أنا قبل ما أجيبك على هالسؤال ملاحظة، عملية إسقاط الديون، وليس الديون ولكن المستحقات العراقية على الحكومة التركية اللي قررت بموجب قرار محكمة باريس، هو ليس من صلاحية الحكومة، هو من صلاحية مجلس النواب العراقي. إذا لم يوافق على مجلس النواب العراقي لا يمكن، قد يرفع مقترح من الحكومة ولكن الموافقة اليمن ستنسق بين البرلمان والحكومة، يعني هذا مو عصي على قرار تصويت، لا لا هذا أمر تصويت، أمر ليس بالعصي على التوصيل. نعم بس هو مو صلاحية الحكومة، الحكومة قد ترفع توصيل. نعم نعم قد ترفع. نعم فيما يخص سؤالك، يعني أولا ما يعرف عن حكومة السيد محمد الشيوعي السوداني هو لا يشتغل في الظل، جيد، وبالتالي انه لا يريد ان تكون هناك اتفاقيات سريه او ملاحق نحن نحسن الظن لكن نريد هذا للرئيس. نعم. ولا يمكن ان يعمل تحت بالظلام، وبالتالي هو يريد ان يقيد الشعب العراقي باتفاقيات قد تجلب الويلات عليه، لذلك هو يريد ان يناقش هذه بكل اريحيه وبكل شفافيه امام الجانب التركي. دور السيد مسعود دور او البككة. طبعا انه انت عمليه انه تحدثنا عن التواجد الامني البككة حزب الديمقراطي مستفاد من هذا الموضوع. اكو استفاده من هذا الموضوع، والاستفاده تكمن اما ماليه او قد تكون هناك وجود، قد تكون هذه الاستفادة هي استفادة لتوريد الأسلحة لهذا، وهذه الأسلحة لا تورد طبعا، حزب البككة محظور وبالتالي هو لا يستطيع أن يشتري الأسلحة، هناك جهات قد تقوم هي بعمل وسيط لشراء الأسلحة وتمويلها وتقديم الدعم اللوجستي وما شابه ذلك، وحتى في عملية التدريب في معسكر التدريب هذا يحتاج أموال، إذن هناك من يصرف أو ينفق على حزب البككة والمستفاد منه أربيل. ايضا في اذا تحدثنا عن عمليه بيع النفط، تسويق النفط عبر كردستان، السيد مسعود لن يترك الامر بدون ان يحصل على حصته في ذلك، وهذه هو ايضا طبعا يريد في ذلك، اولا لانه عندما تصدر النفط عبر الاقليم الى تركيا راح يلزمك من ايدك اللي توجعك، صحيح، وبالتالي نعم ممكن ان يسد الكاك عليكم ويخليك صدر. نعم حسب سياسته، باكر انت زعلت عليه صارت مشكله احنا بالاقليم راح يسد عليك الباب مثل 2014. نعم بالضبط هذا اللي يحدث، لذلك مشكله كبيره، مشكله يعني. لانه شوف احنا حتى ما اسف اقدم اعتذاري لانه السيد المخرج يقول ازف الوقت للفاصل. بعد اذنكم ضيوف الاكارم، انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقالنا الاخير الذي يحمل عنوان في حقيبه اردوغان، ماذا في حقيبه اردوغان؟ الكاتبه اليوم من فضائل الله ان المقالات التي استشهدنا بها كلها لأقلام نسوية، الكاتبة
ريام شهيد. يرى مراقبون آخرون أن زيارة أردوغان هي من أجل ضمان الاستثمارات التركية، خاصة بعد الإعلان عن إنشاء طريق أطلق عليه طريق التنمية. يرى أردوغان نفسه أنه مشروع ذو أهمية استراتيجية عالية ليس فقط لتركيا والعراق، وإنما للمنطقة بأكملها حسب وصفه. يبلغ طول الطريق المستهدف في المشروع المعلن نحو 1000 كيلومتر، يبدأ من موانئ البصرة أقصى جنوبي العراق المطلة على مياه الخليج العربي، وصولا إلى المثلث العراقي التركي السوري من جهة منطقة فيشخابور، ويبلغ الوقت المتوقع لقطعه في حال أنجز الطريق بين 12 و 16 ساعة للسيارات، وأقل من ذلك للقطار في حال تم إنجاز سكة الحديد فعلا، والتي يوجد جزء كبير منها ويمكن أن يدخل ضمن خط الطريق بعد عمليات تأهيل تخضع لها. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد الياسري. مرحبا بك مرة أخرى. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم سراج، مرحبا بك أستاذ إبراهيم. أستاذ محمد، أردوغان وفريق الأمني راح بالتأكيد يعني راح تحتل قضية حزب العمال الكردستاني أولوية في ما يتعلق بالمباحثات التي ستجري في بغداد. هل تعتقد أن ملف حزب العمال الكردستاني سيكون ملفا حاسما في تناول الموضوعات الأخرى؟ يعني هل هو المحور الأول الذي يمكن أن يفتح منوافذ أخرى في الموضوعات الأخرى؟ طبعا أنه بالنسبة لتركيا أكو ملفات أساسية، نعم، ولا العراق ملفات أساسية. نعم. الملف الأول بالنسبة للعراق هو ملف المياه، لكن في تركيا احنا الاولويات ناخذها من يعني من جانب الرؤيه التركيه. احسنت، في كل نعم. رؤيه استراتيجيات واولويات نعم. لكل في ملف معين. نعم. في تركيا الملف الاول الذي هو دائما تتخذه ذريعه ملف حزب العمال الكردستاني في العراق، قسد في سوريا، وكذلك في كل بلد لديها مشروع حتى مع الجمهورية الإسلامية وقضية القومية التركية في أذربيجان وقضية إنه دولة تركستان، وكذلك الذهاب بهذا الاتجاه. وجود حزب العمال طبعا المشكلة هم عراقية أيضا بالدرجة الأولى. نعم. هو كان بإمكان، وهي نفس المشكلة اللي كانت مال المرتزقة الإيرانيين اللي موجودين زمرة منافقي خلق. نعم. والآن مشكلة بيجاك وكوملة. نعم. هو لا، أنتم موجودين على الحدود بعد 2003، بعد جهد الحكومات العراقية المتعاقبة تخلصنا من زمرة خلق، جابوهم إلى ليبرتي طبعا، وهذا كانوا وجودهم من قبل الأمريكان، جابوهم إلى بغداد وبعدين سفرهم إلى ألمانيا. اليوم نفس الحالة، هذه مجموعات كوملا وبيجاك ودكة ذنكين والموجودات في السليمانية. حزب العمال أيضا وجوده في نينوى كذلك في السليمانية، وبدأ يشارك حتى في العمل السياسي، يتخذ مواقف في العمل السياسي. سبب الخلاف بينه وبين حزب الديمقراطي الكردستاني لأن أصبحت له وجود وشعبية تنافس الحزب الديمقراطي، بالتالي لا أصبحت لا يرغب بها، ولهذا عملية الصراع ما بين حزب العمال والحزب الديمقراطي. كان يفترض بالحكومة العراقية أن هؤلاء كلاجئين في العراق، والعراق حضر دستوريا أي مجموعات مسلحة في العراق، يفترض نقلهم إلى مناطق تكون ليس فيها احتكاك حتى مع تركيا، حتى لا تكون هناك ذرائع تستخدمها تركيا. وضع العراق بعد 2003 وأول سقوط النظام المقبور غير مهيئ كان أن يستخدم هذه الملفات، لأن هذه الملفات كانت بيد الأمريكي، مثل ما الآن هو إحنا الآن صار 20 سنة والحكومة في قوتها، مشكلة بيجاك وكوملة على الحدود الإيرانية ما يقدرون يحلوها، لا كردستان قدرت تحلها لا العراق قدرها، وطلعوا في قناة الحدث السعودية وتحدوا قالوا ما حد يقدر ينزع سلاحنا وإحنا باقين بهالمستوى هذا. نعم نعم. فواللي اضطرت الجمهورية الإسلامية أن تقصف. تعتقد أن الأتراك غير جادين بالتعامل لحسم؟ لا، هو المسألة أنه مسألة تمدد، أن كيف أستفيد من هذه الأدوات أتمدد، إبقائهم كذريعة بالضبط، أنه هذه الخطوات وجود هؤلاء
هسه سواء أن قيادة حزب العمال تعرف أو ما تعرف أنهم مرتبطين، خصوصا إذا حنا هم مرتبطين بالأمريكي أيضا. فكل هؤلاء أنه عملية وجودهم استفادت منهم تركيا وتقدمت داخل العراق مثلما استغلت وجود قسد المدعومة أمريكية وتركيا عضو في الناتو أيضا، واستهدفت قسد واستهدفت هذه المجموعات وتمددت في داخل سوريا والعراق. أحسنتم أستاذ إبراهيم. مشروع طريق التنمية، مشروع يثير الغدد اللعابية فتسيل لعاب تركيا على قدم وساق. يعني أكو مؤتمر صحفي راح يتزامن، راح يعقد في البصرة متعلق بهذا الموضوع، راح يتزامن ويا زيارة السيد أردوغان، ماشي؟ الشغلة تسيل اللعاب التركية. تعتقد أن موضوع طريق التنمية راح يسهم في حلحلة المشاكل والأزمات بين العراق وتركيا، باعتبار أن ما يقدمه طريق التنمية من مكاسب اقتصادية هائلة لا يمكن أن لتركيا أن تعطيها ظهرها؟ شوف أستاذ علاء، يعني حتى يكون صريح وياك أنه الاستثمار والعملية المشاريع المشتركة، يعني مثل مشاريع تقوم بها الدول في مناطق حدودية، يحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة. جيد. بلا شك. بلا شك. ويحتاج إلى إزالة التوتر بين هذا الدول. ما معقول أنا اليوم عندي مشكلة. بيئة مستقرة آمنة. نعم. وأنا جئت للشارك وياكم مشروع كلفته 150 مليار دولار. صحيح. أرباحه في 20 مليار دولار سنويا. اليوم عندي ملفات وياك وأنا متعارف وياك وأنا مشتبك وياك. ما ممكن. لذلك إنه نظرة الحكومة العراقية يجب حلحلة هذه المشاكل اليوم. يعني مثل مع سوريا أيضا عندنا مشكلة فيما يخص الحدود، انتقال جماعات إرهابية بين سوريا والعراق، هناك أرض خصبة تنتقل هذه الجماعات. لذلك أنه حتى صفر علاقتك يحتاج إلى تعاون أمني مع سوريا. في أيضا فيما يخص الأردن عندنا مشاكل متعلقات مع الأردن، مع السعودية، مع الكويت، مع دول تركيا أيضا نفسها. ما ممكن اليوم مثلا وياك بشراكة وأنا عندي اليوم ملفات معقدة مرحلة. ما ممكن، يعني ما أضيع اليوم إذا قبلت بيك كشريك في مشروع التنمية، هذا يعني أنا ضفت لي مشكلة وأزمة جديدة وخليت هذا المشروع كله تحت تصرفك، مو صحيح؟ لأنه هذا مشروع يمتد من الفا وينطلق يمر بهذه الدول وينتهي بتركيا. أنا إذا ولذلك لضخامته نسأل، هل يمكن أن لا يمكن مفتعاً؟ إذا أولا الموضوع هو مو يعني مو يم اختصاص وزارة النقل، وزارة النقل لذلك، وهذا هذا المشروع يحتاج إلى تصفير كل المشاكل. وطبعا منهاج الحكومة، الحكومة السيد محمد الشيوعي السوداني، هو يركز على ذلك. هو لا يريد أن يذهب في المجهول، وبالتالي هو يريد أن يعد الأرضية الخصبة أو أجواء سياسية مستقرة، أجواء أمنية موجودة الحمد لله بفضل قواتنا الأمنية وحيدنا الشعبي، ممكن أن نحقق الأمن في هذه المطن، هذه الأماكن، وبالتالي ممكن أن تكون هذه الأماكن بيئة أمنية. لكن أنا أحتاج إلى جلبة سياسية ضروري جدا داخليا وخارجيا. يعني تعرف تحضرتك أن بعض الأحزاب موجودة بالساحة عتها ولا الى الحكومه التركيه. نعم. وهذا يعني احنا بهاي ساعات شو اسمه الاعتصام بالاراضي وغيرها. رفعت صور سيد اردوغان بوصفه مخلص لل اذا هذا 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 هذه مشكله كبيره. راعي رسمي. راعي رسمي ودفعت اموال. دفعت اموال ضخمه. انا اليوم ما ممكن تدخل ياكل مشروع وانا عندك عندي متراكمات، مشاكل متراكمه. لذلك اعتقد انه الحكومه حتى تنجح في هذا المشروع، وأنا أعتقد أن السيد محمد الشيوعي لن تفوته هذه القضية، يحتاج يصفر هذه المشاكل. لذلك الزيارة لن تكون بروتوكولية. لا، يوم نحل هذه المشاكل ونذهب إلى طريق التنمية. يعني هذه مقدمة لهذه. هذه مقدمة لهذه. أما أنه أنت رأسا تجي تقفز، لا لا. أعتقد أنه الحكومة الآن حكومة السيد تختلف عن باقي الحكومات السابقة. جيد. لا يمكن لها أن تخطو خطوة في الظلام، ولا يمكن أن تجازف بأموال العراق، ولا يمكن أن ترحل المشاكل. كل المعطيات تشير إلى أن حكومة السيد محمد الشيعي السوداني تسير باتجاه يعني مأسسة الدولة وحوكمتها والجدية في التعامل مع الملفات المختلفة، سواء كانت اقتصادية
أو الأمنية أو السياسية، وهذا ما يحسب لي حكومة السيد محمد الشيع السوداني الذي نحسن الظن في حكومة فيه وفي حكومته سيد محمد. أعود ربما أكثر من مرة للسؤال عن قضية المياه، طبعا هذا عائد لأهميتها. التصحر بدأ يزحف باتجاه المناطق الزراعية، فاتسعت مساحة الصحراء وتقلصت مساحة المناطق المزروعة. هذه الزيارة هل ستتكفل يعني إنعاش الأمل باستعادة مساحاتنا الخضراء؟ هل سيحل موضوع المياه؟ طبعا أنه هذا من الملفات اللي مدرجة على طاولة المفاوضات باستمرار العراقية التركية. أنا أستكمل ما تفضل به أستاذ إبراهيم السراج طبعا بشكل دقيق، أيضا ما ذكره في موضوع طريق التنمية وهذا ما يلاق في ملف المياه، لكن أضيف إلى أنه الطرف الفاعل الذي يريد أن يتم الإسراع في إنجاز هذا المشروع هو التركي قبل غيره، لما له أثر على الاقتصاد التركي أيضا، وهذا ما يمكن أن يكون ملف تفاوضي ناجح أيضا في مقابل ملف المياه الذي هو حياتي بالنسبة للعراق. طيب إحنا بالنسبة لنا كحكومة عراقية لديها تمتلك الكثير من أدوات الضغط، منها مثلا هذا حجم التجارة الهائل الذي أشار إليه الأستاذ الذي بعد إذنك يعني الذي يصل إلى 20 مليار دولار سنويا. الأموال التي قررتها هذه مجموعة من هذه الملفات اللي تقول تفضل طريق التنمية الذي يثير لعاب، نعم هو كلها أمام كل هذه الملفات للحصول على مكاسب ولو في موضوع المياه. ملف المياه، ملف طريق التنمية هو الأكثر ما يثير لعاب تركيا عليه أكثر من بقية الملفات، باعتبار أنه تلك الإشكاليات هي مرتبطة بالجانبين. إذا تركيا أوقفت اقتصاديا ما هو بديل العراق، وهي تعلم أن وضع العراق يحتاج إلى تبادل تجاري حتى نكون واقعيين أكثر. هذه أسلحة تعرف العراق يحتاج التبادل التجاري، لكن بإمكان العراق أن يجد تركيا لديها أخرى. أيضا نعم مصادر أخرى ضعيفة قياسا بالوضع الحالي، ولهذا أنه عملية تغير، لأن العراق ليست له استراتيجية، هذه مشكلة هنا. العراق ليست له استراتيجية في التعامل لا على مستوى ملف العلاقات الخارجية ولا على مستوى البيئة الداخلية. هذه هي معقدة، كل حكومة تأتي لها مزاجها العام، لها رؤيتها ولها برنامجها، دون أن تلتفت إلى ضرورة ما عملها سابقا وضع الاستراتيجيات أحسنتم. فبالنتيجة مثلا هذه الحكومة يمكن أن نقول أنها الحكومة الوحيدة التي لا زالت محتفظة ببرنامجها وتنفيذه وتقييمه. هذا هو أملنا بهذه الحكومة. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج الإعلامي قاسم العجرش الخاتمة التالية: الملف الأمني سيكون في صدارة المناقشات ما بين أردوغان والمسؤولين العراقيين، خصوصا مع استمرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية في الأراضي العراقية في العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، أهمها انتهاك لسيادة العراق وتهديد أمنه القومي، الأمر الذي يتعين. ولهذا الزيارة ستكون مهمة وتختلف عن الزيارات الأخرى السابقة، ولن تكون زيارة بروتوكولية فقط، وهنا تكمن أسباب تأخر إجراء الزيارة. دمتم في أمان الله.